فضيلة الشيخ أحسن الله عليك، هناك جماعة مسجد يريدون في عمال يصلون معهم، يريدون ايش؟ أن يطردوا عمال يصلون معهم بحجة أنه رائحة العرق وأنهم يوسخون المسجد، والذي دعمهم على الشيء هذا هناك طالب علم أفتى بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفتاهم بأنهم يطردونهم أو يؤيدهم على شيء هذا، بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم طرد الذي أكل البصل والثوم، فما رأيكم يا شيخ؟ رأينا في هذا أنه إذا كانت الرائحة مؤذية لا تحتمل فهم يمنعون من دخول المسجد، ويؤمرون بأن يزيلوا هذه الرائحة بقدر الإمكان ويحضروا إلى المسجد. وليس معنى ذلك أن نمنعهم من دخول المسجد ونقول صلوا حيث شئتم، لأن لو قلنا هذا لفتحنا لهم أبواب الكسر، لكن نقول نمنعكم وفي الوقت التالي تنظفون أنفسكم وتحفظون، وبهذا يحصل المطلوب ويزول المكروه. ما يقدرون يا شيخ، مقاولاتهم على طول مثلا من نفس العمارة هذه يجون للشغل بعد الصلاة على طول يرجعون للشغل. إذا كانوا لا يستطيعون يقال لهم صلوا جماعة في محلكم ودعوا مساجد الناس للناس. أغلب الأجانب الشيخ شوفهم إذا جاءوا مثلا فاتتهم الصلاة ما يصلون جماعة، كل واحد يصلي في مفرده أو بعضهم يصلي. يعلمون كل جهل دواء والعلم. وبعض الفتوى يصلي مثلا العصر والظهر والعصر يخليهم مع المغرب بعد ما ينتهي. يعلمون كل شيء دواء والعلم. هؤلاء العمال تجدهم مثلا في بلادهم لا أحد لا يأمرهم أحد ولا ينهاهم أحد، أو ربما إنهم في أطراف البلاد أو في الصحاري ولا يعلمون عن شيء. علمهم، دعوهم يرجعون إلى أهليهم منتفعين منكم بالرزق الديني والدنيوي.